على من احتضن أهاتنا فحولها بسمات. مساكم معزوفة ورد تعزف على قلوبنا بالأمل. مساكم سعادة، مساكم حياة خالية من الألم والأذى. وكالعادة النهاردة حلقة جديدة من 60 دقيقة حياة، موضوع جريء مهم وجديد عن العلاقات المؤذية والأذى العاطفي. قبل ما نبدأ حلقتنا هرحب بزميلي الجميل دكتور شادي غالي. صباحك سعادة. مساك سعادة يا مساء بقى، خلاص احنا طلعنا بالليل النهارده. بقينا بالليل النهارده، مساك سعادة. مساء الخير يا داليا، مساء الخير كل اللي بيتفرجوا علينا في كل حتة. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة، وانا مبسوط طبعا ان اللقاء بيتجدد. برحب بضيوفنا في الاستوديو، وبرحب بالشيف غادة. ميرسي يا شادي، ربنا يخليك. شادي سبقني ورحب بالشيف غادة اللي هتعملي لنا النهارده ايه يا شيف؟ شاورما. شاورما، هنستناكي وهناكل الشاورما اكيد. ومعانا النهارده الضيفه الجميله الغاليه اللي نورتنا في استوديو يا حبيبتي القناه عندنا وبرنامج 60 دقيقه حياه، دكتوره علياء امين الاستشاري النفسي وخبير الاسره. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا حبيبتي، نورتينا. ده نورك. والحقيقه انا لازم اقول للساده المشاهدين اني بقالي سنه بتواصل مع دكتور علياء من ايام برنامجي القديم علشان نطلع مع بعض حلقه. بالظبط. واخيرا اتحقق الحلم، لا يفقد الامل من كان مطالبا به. بالظبط، انا مبسوطه جدا اني طالعه معاكي، يعني مذيعه متالقه وجميله جدا، ومع دكتور شادي مبسوطه بيه يعني، وغاده يعني كرو جميل جدا. منورانا يا دكتور. منورانا يا دكتور. والنهارده احنا اخترنا موضوع جديد جدا وشائك. بالظبط. هنتكلم عن الايذاء العاطفي وازاي تتخلص من اي علاقه مؤذيه. اللي يأذينا ما يلزمناش، ولا ايه يا شادي؟ في بنات بتقول لك اللي يأذينا ما نلزمناش، وفي ولاد بقى بتبقى جامده شويه يقول لك اللي بيأذينا بنأذيه. فانا بس عاوز اسال الدكتوره كده في الاول، يعني ابفهم بس الناس والمشاهدين يبقوا معانا في الصوره، يعني ايه علاقه مؤذيه؟ طيب ازاي اعرف ان دي علاقه مؤذيه؟ وازاي اعرف ان الانسان اللي قدامي ده مؤذي؟ مؤذي. بص، اما اعرف ان انا في علاقه مؤذيه ده عكس العلاقه الصحيه. يعني ايه علاقه صحيه؟ العلاقه الصحيه دي اللي انا بكون مبسوط فيها ومرتاح وبكون انا، وحته مهمه قوي ان انا اكون انا، لان ممكن الشخص المؤذي، وهعرف يعني ايه شخص مؤذي بقى، او شخص هو دايما بيبقى شخص نرجسي، شخص بياخد اكتر ما بيدي، شخص بيغيرك واحده واحده لشخص تاني انت مش عليه اصلا. نرجسي. النرجسي ده جاي من الاسطوره بتاعت نارسيس، اللي كان الولد الجميل اللي كان بيبص في النهر واعجب بنفسه لدرجه ان هو وقع. هو دايما بيستكتر نفسه على اي حد، وطول الوقت بيفكرك يقول لك انت عارف انت مع مين، انت عارف انت بتكلم مين، انت عارف انا كام واحده تتمناني، او العكس يعني انت عارف كام واحد يتمناني. فيخليك طول الوقت حاسس ان انت مش منتقص. منتقص منك، ومن انت طاقتك دي ان انت مش كفايه، انت كتير عليك. وكونك تحس ان انت مش كفايه دي بتدمر اي بني ادم. دي حقيقه. وطول الوقت تحس ان هو بيدي وبيدي وبيدي وبيغير من نفسه عشان يعجب الشخص ده، وما بيعجبش يا دكتور، وما عنده يخليك يوصلك لحاله عدم رضا. يبقى احنا وصلنا لمرحله مهمه قوي، ان مهما حاولنا نغير من نفسنا عشان نرضي الاخرين استحيل، هو مش هيرضى. انت بس هتخسر نفسك وهتتحول لمسخ. اوعى تغير من نفسك عشان حد. وهقول لك حاجه مهمه جدا في الشخص النرجسي ده، او الشخص اللي في علاقه مؤذيه، هو بيحب نفسه من خلالك. يعني من خلال الشخص اللي قدامه ده هو بيحب نفسه. ليه؟ لانه طول الوقت هو عايز تقدير، تقديس، شايفه احسن واحد، احلى حاجه، طول الوقت بيديله كلام تشجيع وكلام جميل، وهو اديني كمان، اديني تاني، فهو بيحب نفسه. حال من مزيد. يعني افهم من كده يا دكتوره، افهم من كده يا دكتوره، ان الشخص اللي بيبقى في علاقه مؤذيه هو ما بيبقاش في حاله، هو ما بيبقاش في علاقه حب، هو بيبقى في حاله حب هو معيشه فيها. بالظبط كده. وبيبقى في حاله عدم استابيليتي او عدم اتزان نفسي. يعني العلاقه الصحيه زي ما قلت لحضرتك في الاول ان انا اكون انا، اما احس ان انا بتغير، وبيبان في طريقه النوم، وبيبان في الاكل، وتبتدي انك بتبعد عن الناس اللي بتحبهم، الناس القريبين منك. هو بيبتدي على فكره يعمل لك عمليه عزل. وشغلك اهم حاجه، الشغل. كنت لسه اقول لك حاجه، ما تبقاش في المود. العلاقه المؤذيه هي بتبعدك عن الحياه بصفه عامه كلها، بتبقى انت عايش من اجل العلاقه دي،
ومن اجل الشخص ده وارضاه. بتتفيق يا دكتور، بتحولك لبني ادم. مش دي جميله، بتتفيق العلاقه المؤذيه، بتتفيق. وغير ان هي بتطفي زي ما حضرتك قلتي كلمه جميله جدا، مسخ. لا هو حول راجل ولا ست ولا بني ادم، ده حقيقه. يعني انا يعني دايما بيجي لي حالات عباره عن عفوا زومبي، ناس مطفين وناس حاسين ان هم فاقدين القيمه وفاقدين الحياه وما بياكلوش. وطبعا عايزه اقول لك بتؤدي لكثير من الانتحار. يعني معظم العلاقات المؤذيه بتؤدي للانسان فقد شغفه بالحياه اصلا، بتوصل للانتحار طبعا، وفقد المعنى للحياه، حاسس ان الحياه كلها، ما هو حط ثقته كلها في بني ادم. والبني ادم ده افقده ثقته، فهو بقى عايش من اجل مين او من اجل ايه؟ خلاص. في بقى حالات معينه عايزه اقول لك هي مين الشخص اللي بينفع يخش في العلاقه المؤذيه. اولا الشخص اللي فاقد الثقه في نفسه قوي، الانسان المثالي الحالم زياده عن اللزوم، ده فريسه للشخص المؤذي حقيقي. لان الشخص المثالي ده عايش في الكتب والاوهام والاحلام، ان هو طول الوقت هيجي حد، طيب انت ده، انت عايز كذا، هو ده، وبيبقى انسان بيرفكشنست، انت اديله اكتر واكتر واكتر من غير ما يعرف هو الواقع عباره عن ايه. بس يا دكتور، مع طبعا تقديري واحترامي لكل الكلام، طبعا البني ادم المثالي او البني ادم الحالم المحب لما بيقع فريسه شخص مؤذي بيفضل يدي وهو من جواه متاكد ان الشخص ده مؤذي، لكن نظرا لانه شخص حالم وشخص طبيعي بالزبط. فبيلتمس الاعذار الى ان بالظبط لغايه لما تحصل تحدث الافاقه. بالظبط كده. والافاقه دي بتحصل في كارثه في حياه الانسان الرومانسي او الحالم. بالظبط كده. واستنزاف من طاقته، لان العلاقه المؤذيه دي ما هي الا استنزاف من طاقته وحياته ومجهوده، والطرف الثاني بيطمع اكتر فيه، ياخد اكتر، ومش هل مزيد. بالظبط، هل مزيد، ومش بياخد لنفسه بس، ولعيلته ولاي حاجه. يفضل يستنزف. حق مكتسب. حق مكتسب طبعا. طب يا دكتور، هو الحقيقه دايره العلاقات المؤذيه دايره كبيره جدا طبعا، وللاسف دايره العلاقات المؤذيه بتكون دايره اقرب الاقربين والمحيطين بينا، سواء كان عائلة أو حبيب أو زوج أو ابن أو صديق أو زميل عمل. فغالبا في كل مكان من دول بنقابل شخص مؤذي. طيب إيه هي بقى أنواع الأذى اللي ممكن تقع عليا أو على البني آدم يا حرام اللي طول الوقت بيستقبل الأذى؟ الأذى ده أنواع ولا يا ترى هو نوع واحد من الأذى؟ هو طبعا هقول لك حاجه، هو ليه الاقربين في سواء في عمل او اقارب او لان هو بيبقى عارف في الشخص ده كويس قوي، مذاكره وعارف مهيزه زي ما حضرتك بتقول، ومذاكره وعارف طبعه وعارف اخره فين واوله فين، فبيعرف يستغله صح. للاسف لو هو طبعا مش انسان امين، او هو الانسان المؤذي ده مش انسان كويس، مش انسان طبعا امين، هو انسان مصلحتي بيجد المصلحه في الانسان ممكن ده. يبقى انتهازي، ممكن يبقى اصولي، كل حاجه تتخيلها صفه سيئه هتلاقيها في الانسان المؤذي ده، هو بيستهلك اللي قدامه. حضرتك بتقولي ازاي هيأذي؟ لا، أو انواع الاذى، يعني الاذى ممكن يكون اذى. اول حاجه بيبقى طول الوقت بينعته بالفاظ، وعايزه اقول لك حاجه في الشخص المؤذي ده، بيبقى بيتعامل يدخلك السم في العسل، يقول لك كلام وحش فيكي وفي شخصك وفي الحاجات الحلوه اللي فيكي عن طريقه هزار. في الاول تقولي له انا ما بهزرش بالاسلوب ده، انا ما بحبش، يقول لك عادي بقى، هو انت قفيله كده ليه، انت مش حابه الهزار، انت مش حابه، لغايه لما تتعودي على الكلام والاسلوب ده، فبيبتدي يلومك، يبتدي ينتقد فيكي طول الوقت، نقد نقد نقد، لما يهدمك تمام ويحول لان هو الوحيد المراه بتاعتك حقيقه. تمام، دي اول تكنيك. اول انواع الاذى هو الاذى النفسي. الاذى النفسي طبعا. وبعد كده يخليكي طول الوقت يعزلك عن اقرب الناس ليكي واصدقائك. فده والاذى المجتمعي. بالظبط، المجتمع يعزلك، يخليكي في عزله. بعد كده يخليكي لو يقدر انك تسيبي شغلك اللي انت بتجدي فيه مصدر ثقتك بنفسك، ده حقيقي، هيخليكي عشان يمحي هويتك للابد. هو عايز يبقى هو الارض والسماء زي ما بيقولوا، والاربع حيطان. بعد كده يدمرك، يعني بعد الشر على اي حد، يدمر للانسان دوت نفسيا، وبعد كده تبقى فيه اهانات جسديه،
والانسان ده اول ما تقبل الاهانات اللفظيه بيبقى عنده قدره في الاول انه يتقبل الاهانات الجسديه، وبعد كده عايز اقول لك حاجه في الحد المؤذي ده، بيبقى عنده قطبين، قطب وحش قوي وقطب حلو جدا حقيقي، يعني يبقى طيب وحنين وحبيبتي ما تزعليش انا بتعصب، ما كل الناس بتتعصب، مش تشيليني زي ما بشيلك. هو ما بيشيلش يا دكتور، ما هو خبير في الصف الاسفل. لا عنده، يعني ده الانسان المؤذي عنده خبره انه يخليك تتقبلي الاذى بتاعه وانت بتقولي يا حرام وتتعاطفي معاه بعد كده. بالظبط، وتتعاطفي معاه زي اسكتلاند السندروم، السندروم اللي حصلت ان هم تعاطفوا مع الراجل اللي سرق البنك دوت. ايوه، بيبقى عندهم قدره غريبه في التلاعب مع الانسان اللي قدامهم ونفسيته. عايزه اقول لك ان مريض السيكوباتي الدكاتره النفسيين بيرفضوا ان هم يستقبلوه عشان ما يلعبش في نفسيتهم. انت متخيله؟ يعني ممكن يقنعك بالشيء وعكسه. بالظبط، ده في نفس الوقت عنده قدره واستراتيجيه طويله الامد، يعني هو مش بيبص دلوقتي، ابتدي يخطط ويرمي شبكته، وازاي يخش لك بكلام هادي، وازاي يمجد فيكي طول الوقت ويقول لك كلام حلو، واهتمام بقى فوق ما تتخيلي. ده حقيقه، اهتمام باللي بتحبيه، واهتمام بمواعيد نومك وباكلك، وتحسي ان هو ايه ده، ايه الانسان الملاك اللي ظهر لي فجاه، لغايه لما ادي الملاك البريء ابو قلب طيب قوي. هو كلام حضرتك يا دكتوره، يعني السؤال اللي سالته داليا ده خدني بقى لبعد اخر. اتفضل. يا سيدي، دلوقتي انا بشوف النماذج دي فعلا موجوده معايا في اصحابي، بتبقى العلاقه مؤذيه بحته جدا. طب انا دلوقتي ببقى شايف الحاله اللي هي فيها الطرف الاخر، اللي هو زي ما بيقولوا الضحيه او المجني عليه. المجني عليه ده عارف ان هو بيبقى ان فلان ده سواء الميل او الفيميل اللي قصاده في العلاقه، عارف ان هو كذا وكذا وكذا وكذا، وعارف ان هو مؤذي، بس يقول لك طب انا هعمل ايه؟ الراجل او الست بقى، الراجل او الست. اوكي، بالنسبه للراجل او الست، الراجل عارف ان الست اللي قدامه دي مؤذيه، او الست عارفه ان اللي قدامها الراجل ده مؤذي. ده حقيقي. بتبقى واصله لمرحله انا عايز بس اعرف هي ايه الحاله دي اللي مخليه الست او الراجل او الطرف اللي هو مجني عليه مستقبل الاذى؟ لا ده مش مستقبل الاذى، ده عارف، ده بيعرف وبيحبه. احنا حاليا في اذى نفسي وعاطفي بسبب ريحه الشاورما معنا. احنا حاليا للساده المشاهدين احنا مأذيين، يعني معدتنا مأذيه، ريحه الشاورما حلوه، وسيرتي فين يا شيف غاده؟ خلاص انا بسويها وخلاص. طب الرحمه يا سيده الملاح. طيب هقول لك بقى حاجه، قصه ازاي بيبقوا كده مستمتعين بالاذى ده. مستمتع ليه؟ في دايما هقول لك حاجه، البني ادمين كلهم ثلاث انواع او ثلاث شخصيات، جاني وضحيه ومنقذ. الشخصيات بتاعتنا بتدور ما بين الثلاث. في انسان بيستمتع بدور الضحيه حلو، وبالشكوى وفي بقى مشكله ثانيه ليها علاقه بالطفوله. بمعنى ايه؟ في مشكله اسمها النقوص او عقده نفسيه اسمها النقوص او لا النقوص بالكاف، النقوص بالكاف، ان هو يكون اتعرض لنوع من انواع الاهانه او الاذى من ابوه وامه دايما. دايما ركز في مراحل الطفوله، ما هم دول اللي بيرسموا الصفحه البيضاء يا دكتور. هو طفل بالظبط، ابوه وامه هم اللي يعني اكتر ثلاث مشاكل نفسيه بتيجي للطفل قبل 5 سنين. انت متخيل تتكون الطفل؟ فحتى تكون متخيله هي كانت دايما تشوف ابوها يمسكها ايديها لغايه لما يزرقها، تنبسط لما تلاقي الولد ده بيمسكها كده، او يضربها او يزعق لها او صوته اجش او يخاف. الخوف عندها ارتبط بالحب وبالامان. ايه ده؟ ده حاجه منتهى المأساة، المأساة يعني الوجع، الوجع. فتبقى لما يعمل كده هي بالنسبه لها ده الحب الاصلي. طب ما بابا كان بيعمل كده وكان بيحبني. المشكله في حاجه بقى، ان هو يخش في السيناريو مع الاشخاص المؤذيين، هو كل مره بيتاذي علشان يمكن النهايه تتغير. ده غباء. هو مش انك تكرر نفس الغلط وتستنى نتيجه مختلفه. هو ده قانون اسمه الجنان الصينيين، بيقول لك انك بتعمل نفس. بس النقطه هنا ان هو بيحس ان هو ضعيف ومخذول، وان هو غلبان قوي في نفسه. هو على فكره الانسان ده بيبقى فراجايل جدا، وبيبقى وهو صغير عنف وقابل كل الانتهاكات الجسديه واللفظيه. فهو بالنسبه له الشخص اللي هو اللي بالكاريتيريا دي او بالصفات دي هو ده، هو ده اللي كان اقرب الناس ليا في يوم من الايام. طب هو ممكن كمان يا دكتور، يعني انا بشوف كمان ان في بعض الاشخاص المدللين جدا جدا، هم بيميلوا قوي انها تلاقي او هو يلاقي حد يشد اللجام يحكم. فانا طول الوقت بيتقال لي حاضر وطيب ونعم، ففجاه لقيت بني ادم بيقول لي ايه اللي بتعملي ده؟ ما ينفعش تعملي كده انت. فبقوا مال
ولا والله بصي هو ممكن مثلا واحده تبقى زي ما بتقولي كده تربط عندها في فرق كبير قوي بين الحمشانه وان انا اغير عليكي واهتم بيكي وبين السيطره وان انا امحي شخصيتك. ففي خط فاصل بين الاثنين. ما هي دي المشكله، عايزين نعرف الخط الفاصل ده. انا وصلتك اللي انا عايزاه. بالظبط. وفي حاجه تانية بالنسبه للكلام اللي حضرتك قلتيه في الاول، في الممنوع مرغوب. الله. انا طول عمري كل حاجه عندي في ايدي، فزي الفيلم بتاع حلا شيحه ما كانت هي على طول يعني مدلله وجالها كده حد مكواكي وحمش وبتاع. هي بالنسبه لها خدي بالك دي مش هتبقى علاقه دائمه، هي تبقى علاقه وقتيه ان حد جديد، ستايل جديد. يس. ترند جديد حقيقة. بالنسبه لها ترند حقيقة. انما مش علاقه هتستمر فيها. مغامره جديده. لان الشخصيه المدلله دي حياتها كلها عباره عن مغامرات سهله وسلسه، بيجي لها ملل وزهق من العادي. ايه بقى ان انا الاقي خط فاصل ما بين حد يبقى يخاف عليا ويحبني من غير ما يلغي شخصيتي تماما؟ في فرق بقى كبير هنا. الخط الفاصل عايزين نعرفه من دكتور علياء، هتقول لنا ازاي تحددي الخط الفاصل ما بين الخوف والاهتمام وفرض السيطره والهيمنه سواء من رجل او من ست. اتفضلي. طيب دكتور. هقول لحضرتك، كنت فاكره هتطلعي فاصل. لا مش هطلع فاصل، احنا ما نقدرش الوقت يعني قليل. لا مش قليل، الوقت معاكي بيعدي. في فرق ان انا الاقي انسان بياخد باله من اقل تفاصيل ليا، وانت رايحه فين وانت لابسه فين و و بحب شديد واهتمام زي الفيلم بتاع الباب المفتوح لما كان صلاح سليم بيقول لفاتن حمامه انك دايما هتلاقيني، بس اوجدي نفسك قبل ما تجدي الشخص الاخر. هو في زي المايسترو وجمال المايسترو مفيش. وفي فرق كبير قوي بين فيلم زي اسمه ايه تيمور وشفيقه، ما تلبسيش، والتعنيف السيطرة. والسيطره السيطره السيطره مع التعنيف. في رجاله بتبقى فاهمه السيطره غلط يا دكتور. الرجوله غلط. لا هو السيطره دي شايفاها عنصر رجوله، من عناصر الرجوله. هو الشخص ده بيبقى فاقد الثقه في نفسه اصلا. اكيد طبعا. يعني ما فيش حد مثلا زي الست اللي تقعد تقول له انت كلمت مين، انت قابلت مين، انت لابس حلو، ريحه البرفيوم بتاعتك مش عارفه ايه، وريني كده الموبايل انا عايزه اعمل بصمه على موبايلك. دي واحده فقدت الثقه في نفسها، وفي النهايه ماليه عين جوزها. اكيد ان هو مش شايف. بس احيانا يا دكتور الراجل اللي بيوصل للست انها تفقد الثقه في نفسها بمعنى ايه؟ ما هو ده نوع من نوع الايذاء طبعا. هو في التلفزيون شايف هيفا ونانسي فيقعد يقول لا شايف خلاص هيفا ونانسي على فكره. ياسمين صبري. ياسمين صبري. شايف جميلات ونجمات طبعا، فبيقعد طول الوقت يقول لمراته شايفه فلانه، شايفه ست، شايفه الستات. طب يا عم وانت بالنسبه للكرش اللي قدامك ما هي بصي بقى احنا مش هنخش في اصل لو هو هتقول له انت هيقول لها شايفه، هتقول له وانت شايف. ما هي دكتور ده هنعيش في ست فقدت الثقه في نفسها نظرا لنظره زوجها او البني ادم المرتبطه بيه الدونوية لها، بس محسسها بالقلة. في فرق ان هو يبص لها كقلة ويقول لها دايما طول الوقت شوفي شوفي شوفي، يحسسها ان هي كده. وفرق ان هي تشك فيه فعلا. ده بتيجي عن طريق ايه؟ ان هو مش مهتم بيها. يعني في تعنيف في لفظي طول الوقت، ان انا احسس اللي قدامي بالانفيريورتي او بالدونية. وفي فرق ان انا اساسا مش شايفه وعايش حياتي بعيد عنه، فهبتدي انا اشك بقى في جوزي ان هو عايش حياته. طب ما هو برضه علشان ما نلقيش اللوم كله برضه على الست، على الراجل يا دكتور، ما في رجاله برضه بتبقى زي ما بيقول لك هي اللي مسبقه، هي اللي مقدمه السبت. وتلاقي الستات في ست معينه تلاقيها بتطفي. فعلا طبعا. يعني يقول لها مثلا تعالي نخرج النهارده. تقول له لا طب والبيت ومش عارف ايه والولاد والكلام. ففي ستات كده بتبقى تخصص بالظبط ان هي ايه تهدم الملذات. لا لو انا بقى هتكلم ان الست دي ماليه عين جوزها بمعنى الكلمه. عفوا جسديا وعينيا ومعنويا وكل حاجه. معنويا وكل حاجه، يعني ما يشمش منها ريحه، ما يبقاش شايف منظر مش حلو، ما يبقاش سامع منها لفظ يقفله لو هو انسان رومانسي وحساس. كل ده بيفرق، احنا بني ادمين في الاول وفي الاخر. اكيد. وبتكلم معاه باستمرار وهي بتتكلم معاه ان في لغه حوار ما بين في لغه حوار، ان انا المسج اللي انت بتوصلي باستمرار دي ازليه، انك بتكلم الناس كلها بطريقه حلوه وجميله وبس تيجي عليا انا تبهدلني. طب انت كده مستني ايه؟ مستني اكيد ما انا هيبقى كل فعل له رد فعل. لو في لغه الحوار دي ورغم كده في نفس المشكله ونفس الطريقه بالانسان دوت، خلاص ما فيش فايده منه. وابسط ما طريقه، ما انت شايف كل النجمات دي قبل ما تتجوزتني، ارتضيتني ليه؟
يعني هم ما طلعوش بعد ما اتجوزتني. ممكن اسال سؤال؟ هي النجمه يعني لو شافته هترضى بيه؟ استحاله يعني. لا السؤال الادق بقى، هي مش النجمه دي بني ادمه بتروح بيتها وبتاخد شاور وبتشيل ال، والنجمه دي بتعمل حاجات كتيره قوي عشان توصل للجمال ده، هو ما يستحملوش. آه. هو ما عندوش القدره يعني، ممكن تكون اللي معاه اللي شايفها مش حلوه دي هي يعني شمعه بتحترق من اجله ومن اجل اولاده وبتدبر ماديا، والتانيه عايزه طول الوقت عشان تبقى كده. طيب. ده عندها بروجرام طول الوقت لنفسها اكتر من الاخر. دكتور انا عندي حاجه، سؤال كده. اتفضل. شكله سؤال جامد ده الحقيقه. الحقيقه على حسب، اكيد الاذى النفسي ده بيمر بمراحل طبعا بتوصل للصدمه. اه فانا عايزه اعرف مراحل الصدمه اللي بيمر بيها. طيب وامتى اخد القرار اني ابعد، لازم انهي العلاقه دي؟ طب ايوه مش هكمل. بالظبط. بصي بقى، مراحل الصدمه لو انسان انا قعدت اكمل مع هذا الشخص وانا مش عارفه ان هو نرجسي او ان هو شخص مؤذي او ان هو بيستهلكني عاطفيا، هيجي لحظه على الانسان ده يحس فجاه انه اصبح شبح. آه. ما بيمارسش حياته ولا رياضته ولا شغله، وكل الناس قالوا له انت على فكره انت ما بقتش زي زمان، يعني هتبقى في شواهد من بره، انت فقدت شغفك بالحياه ولا اهتماماتك. حتى الولاد يقولوا فين يا عم البلاي ستيشن كنت بتحب تلعبه؟ عادي كل حاجه عنده هيقول فقد اللذه في اي حاجه، فقد فقد وفجاه يكتشف كمان ان الشخص ده قال له انا مش عايزك. يقوم ساعتها الانسان ده يخش في مرحله مش بقى من الاذى، صدمه اللي هو مش مصدق، هو انا استحملت كل ده واتفرمت عشان في الاخر كمان انت رضينا بالهم والهم مرضيش بينا. اول حاجه بتجيله لحظه الانكار. آه. والانكار دي عايزه اقول لك دي مراحل الصدمه، سواء لما تبعدي عن انسان او انسان يتوفى، ربنا يا رب يخلي حبايبنا كلنا. امين. اول حاجه يحس ان هو انكار، يعني انا بشوف شفت واحده يعني دفنت والدتها، بتقول لي لا ده هي عايشه جوه بتعمل كذا كذا كذا. مش مصدق. صدمة. ما بيبقاش مصدق من واقع اي صدمه بتحصل على النفس البشريه. النفس عشان تعمل توازن في حيل دفاعيه بتحصل اسمها الانكار، اللي هو ده ما حصلش ده كل حاجه، ده هو اول موجود. مرحله الانكار. آه. بنكر اني لا استحاله يكون قاصد يعمل كده. بالظبط. ده هو مش قصده. تاني مرحله الاحباط والحزن كده من الانكسار. يحس ان هو ايه قاعد كده مكسور، تلاقيه في كورنر. تالت مرحله لما يفوق الغضب. هو ازاي انا اتعمل ده فيا؟ الغضب على النفس. على نفسي؟ ازاي على النفس؟ بصي بتبقى طول الوقت شغاله رايح جاي زي قطر رايح جاي. اول حاجه زعلانه منه، هو ازاي ده، هو مين ده اللي يعمل ده كده فيا؟ وكده ازعل من نفسي قوي، هو انت ازاي اديتي له كل القدر ده وحطيتيه في المكانه دي؟ ما خدي بالك اي انسان هتحطيه فوق قدره هيحطك دون قدرك. واي علاقه لازم تبقى جنب بعض. في تكافؤ. في تكافؤ. وهقول لك نصيحه نفسيه صغيره كده واحنا بنتكلم على على كده. اي علاقه عباله الوقت عدى. بصي في علاقه اسمها اتش وفي علاقه اسمها تي. اتش دي لما ده يبعد انا لسه واقفه زي ما انا، انما تي لما هو يبعد انا هقع. هبقى سوى الارض. لا انا ليا حياتي وشغلي واصحابي وكل الناس، حضرتك داخل معايا شريك حياه مش الارض بتاعتي. تمام. تمام. يعني دلوقتي شريك حياه، انت بتشاركني في هواياتي وفي كلامي وفي روحي حتى وفي احساسي. انت حد بتحب الموسيقى، بتحب الشعر، بتحب الجمال، ما روحش بقى اخد الانسان مكتئب سوداوي وكئيب. وانا يا دكتور عايزه اقول لك هنختم للاسف، فما قلتش ازاي نتخلص من طب نتخلص علاقة. هناخد دقيقه بعد بالزبط. في دقيقه ازاي نتخلص من الـ من الاذى النفسي. اول حاجه علاقة. دايما اراجع العلاقه نفسها، هو ايه اللي دخلني في العلاقه دي؟ هل هو احتياج لوجود انسان في حياتي؟ بصي في كده كود بيقول لك when you are hungry you eat lies، يعني لما تكوني جعانه هتاكلي جميع الاكاذيب. حتى لو مش حقيقه. صح. تاني حاجه اعرف قيمه نفسي صح، ما اخليش بني ادم، ودي بتحصل لبنات وستات كتيره قوي، تبقى مستنيه الراجل اللي يحط لها الغلاف الهيرو، وفي حتى راجل مستني ان هو يبقى راجل وفقد ويعني وكده وموتشو حاسس ان هو ناشف. ان هو ناشف لما ببقى ناجحه ليه كتير قوي. هتقول لك ده انا كل البنات بتجري ورايا ومش عارفه. ده انسان سطحي. ايا كان لازم يبقى انا اوريدي واخد الثقه من نفسي او الدعم النفسي بنفسي. طيب انا عرفت انا ايه اللي وقعني في الفجوه السوداء دي. خلاص وعرفت الشخص ده استغلني ازاي و و و بعد كده احط لنفسي شلتر نفسي قوي جدا، ان ما اخليش حياتي اي حد يخش ويخرج منها. حقيقة. دي رقم واحد. دايما اطلب الدعم من اهلي. دايما لو بنت، عشان دي بشوفها في حالات كتيره، ترجع لباباها، باباها هو مصدر الحب والحنان مش ايا كان الشخص ده، وما فيش شخص في الدنيا هيعوضك مكان الحنان والحب والدفء ده. ما هو ده سبب البعد. الاسره والاصدقاء والمعارف
هم اللي هيقووك اجتماعيا نفسيا انك تلجأ لشخص واحد وتخليه محور حياتك. دكتور علياء الحقيقة الوقت عدى بسرعة جدا معاكي حبيبتي، شرفتينا. شرفتينا. واحنا كده عرفنا ازاي نتخلص من الأذى، اهم حاجة الثقة بالنفس بالظبط، الدعم الأسري، وجود هوية ليكي، وجود شخصية ليا. في حاجة برضو ولازم نقول يا شادي، في حاجة برضو ما تكلمناش عليها، بس دي لو تكلمنا عليها نعمل حلقتين، حلقتين اللي هو التعافي من العلاقة المؤذية، ازاي اخش زي بعد العملية بنعمل تأهيل الريهابيتيشن، ازاي لازم اعمل تأهيل للشخص ده علشان يبقى بعد كده حوله لإنسان سوي. بالظبط كده، دي هنعملها برضو مع بعض ان شاء الله. بنوعدكم بحلقات اكتر مع دكتور علياء امين الاستشاري النفسي والخبير الأسري. الحقيقة الحلقة كانت أكتر من ممتعة، حلقات تانية كتير مع دكتور علياء إن شاء الله. إحنا فضلنا حلقة ونخلص السيزون، لكن أكيد في السيزون الجديد هيكون لنا حلقات كتير مع حضرتك يا دكتور إن شاء الله. يا دالي نورتينا، ده نورك. فاصل وراجعين مع الشاورما والشيف غادة وإني. اوعوا وانا رحت فين؟ انا موجود برضه. انت موجود يا شادي؟ والله قلت لهم ما تدخلوش شادي من باب المدينه عشان اطلع بالحلقه لوحدي. الله يبارك. فاصل وراجعين.